يتوفر لدينا هاتف 2G Shot 1. سنتحدث اليوم عن مواصفات وميزات هذا الهاتف. بالنسبة للأداء، فقد جاء الهاتف مع معالج رباعي نواة من نوع MediaTek NT6737T بمعمارية 64 بت وبتردد 1.1 GHz، وجاء الهاتف مع رام بحجم 2 جيجا بايت وبذاكرة داخلية بسعة 16 جيجا بايت، ويستوعب كروت الذاكرة حتى مساحة 256 جيجا بايت، وجاء مع معالج رسوميات من نوع مالي T720MB2، وجاء الهاتف ثنائي الشريحة. أما بالنسبة للكاميرا، فقد جاء الهاتف مع كاميرتين خلفيتين، الأولى بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 2.2، والثانية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 2.4، مع خاصية التركيز الأوتوماتيكي وفلاش للثنائي ومع مثبت بصري. وتتميز الكاميرا بصور واضحة وألوان زاهية. أما الكاميرا الأمامية، جاءت بدقة 8 ميجا بكسل مع خاصية التركيز الأوتوماتيكي. وبالنسبة للبطارية، فقد جاءت غير قابلة للإزالة بسعة 3300 ملي أمبير، ومع نظام تشغيل من نوع أندرويد مارشميلو 6.0، ويدعم الهاتف الشحن السريع. أما بالنسبة للتصميم، فجاء الهاتف بطول 156.6 ملي وبعرض 77 ملي وبسماكة 8.7 ملي، وجاء الهاتف مع شاشة من نوع IPS LCD بحجم 5.5 بوصة وبدقة Full HD. متوفر الآن لدى مركز سوا الموزع المعتمد لجميع منتجات شركة دوجي.